تحية طيبة لكم جميع مشاهدينا في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست وجولة في عالم السوشيال ميديا مع أبرز المواضيع المتداولة على أيدي وبيد وبقلم السوري مباشرة إلى عناوين حلقتنا. بعد دعوتها السوريين للصمود، لونا الشبل تفتتح مطعما روسيا في دمشق وناشطون يتفاعلون. في موضوعنا التالي، تم ضبطهم وكف يدهم وإحالتهم للقضاء. قضية تسريب أسئلة امتحانات في اللاذقية تثير الجدل. وفي موضوعنا الثالث بهاشتاغ شاكرين تفهمكم، ناشطون سوريون يتفاعلون مع مظاهرات مدن شمال غربي سوريا احتجاجا على ارتفاع أسعار الكهرباء. لونا الشبل، مستشار أو مستشارة بشار الأسد والوجه الإعلامي الشرس في دفاعه عن النظام منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011 وحتى اليوم، تجذب اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين وتصبح ترند السوريين الأول. المناسبة هي افتتاح هذا المطعم في العاصمة دمشق تحديدا على أوتستراد المزي، وهو باسم ناش كراي أي بمعنى منطقتنا باللغة الروسية، وهو جزء من سلسلة مطاعم ومتاجر غذائية روسية. المطعم الفاخر كما تظهر الصور المنشورة على صفحة المطعم في فيسبوك تظهر كم الرفاهية التي يتمتع بها والتي تعكس أيضا بطبيعة الأحوال التكلفة الباهظة لهذا المطعم، إن كان بالأطباق أو الديكورات أو حتى اللوحات الأصلية المعلقة على هذه الجدران، جدران المطعم. وهذا مقطع من المقاطع المنشورة على صفحة المطعم في فيسبوك يظهر مدى الاحترافية ومدى الفخفخة كما يقال باللغة العامية لهذا المطعم. طبعا المطعم الذي تظهر صوره أنه من فئة الخمس نجوم تم افتتاحه مساء يوم الجمعة الفائت. بحسب وسائل إعلامية محلية بلغت تكلفته ملايين الدولارات، حيث تحتوي قائمة الطعام التي يعدها أنواعا مختلفة من الأطعمة الروسية والغربية. وطبقا للمقاطع المصورة من رواد المطعم فقد بلغت قيمة أرخص طبق 100,000 ليرة سورية، في حين اعتذرت الصفحة الرسمية للمطعم عن استقبال الحجوزات حتى يوم الثلاثاء 7 حزيران يونيو الجاري، كما تظهر هذه الستوري أو الحالة التي نشرها المطعم في صفحته في إنستغرام. استقدمت لونا شبل أفضل الطباخين الروس لإدارة هذا المطعم، ونشرت الصفحة الخاصة بالمطعم على فيسبوك صورة الطباخين وتحديدا هذين الطباخين الرئيسيين وهما البرانشيف أنتون أورليك، هو أحد أهم الطهاة في روسيا الاتحادية، وإيغور كورتشيكوف وهو أيضا كما وصفته أحد أهم الطهاة في موسكو. زوجة الممثل يزن السيد المعروفة باسم لما الرهوانجي، وهي شخصية شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت إحدى المدعوات لحفل افتتاح هذا المطعم. صورت مجموعة من الستوريات أو الحالات على حسابها في إنستغرام متمنية للونا الشبل أن يكون هذا المطعم آية الرزق. دعونا نتابع مجموعة المقاطع التي نشرتها لما الرهوانجي ونعود. مطعم روسي في دمشق، ما خبرتكم هو بالمزة على أوتستراد المزة ببناء المروحيات، هاي الاتصالات، هاي المطعم. بس حبيت فرجيكم لمحة عنه، بدي اتشكر المدام لونا الشبل على هالدعوة الكريمة. مطعم بياخد العقل ان شاء الله آية الرزق. هذا المطعم الروسي وتاخذوا موعد. انا ما عندي فكره ابدا على الاكل الروسي، هلا حاكتشف انا وانتو اعطيكم رايي بالاكل. فوتوا اعملوا لهم فولو على صفحتهم واتصلوا فيهم عشان تاخذوا، يعني لانه بظن انه بلا يعني ريزرفيشن ما بظن انه تقدروا تفوتوا. شكله الاكل رائع من الصور، بس هلا انا حخبركم عن الطعمه.
الاستهجان والامتعاض كان سيدا الموقف بعد انتشار الخبر، خاصة أن لونا المعروفة باسم سيدة الصمود كانت أول من ينظر ويتحدث عن الصمود السلبي والصمود الإيجابي. هناك نوعان من الصمود كما قالت في هذا اللقاء مع الإخبارية السورية قبل أشهر بحضور الإعلامي اللبناني حسين مرتضى. وهذا اللقاء يعني أصلاً عندما عرض هذا اللقاء أثار الجدل الكبير بعض التصريحات التي أطلقتها لونا الشبل وتحديداً عن فكرة الصمود. الكثير من التعليقات والتفاعلات حول هذا الموضوع، سأبدأ من مارسيل الذي يقول في هذا المنشور: لو عارف آخرت الصمود هيك كان ما خطرت بحالي وبعدت عن أهلي وسافرت، ضليت صامد ولا الصمود السوري بس لي حاشية الكرل الكبير ومن يدافعون عن الأرض من كل مؤامرة كونية مريخية. أما أمل فتقول: ناس عايشة بالطول والعرض وناس ناطرة شادي حلوة مشان 50,000 ليرة. أما حمودي يقول: الاتفاق كان كل كلمة صمود بتقبضي 1,000 دولار، وقال لك الكريم خود. أما هذا الحساب وهو بعنوان عرب دويتشلاند فيقول: من مستشارة رئيس جمهورية إلى صاحبة مطعم وفنادق في شركات، لونا الشبل بطلة الصمود والتحدي والممانعة، تفتتح أكبر وأغلى مطعم بسوريا لحسابها الخاص، المطعم خاص بالأكل الروسي، طاقم العمل والأكل كل شيء من برا، ما في شيء أبدا من سوريا إلا رأس المال سوري، والأحلى أنه ما في حجز لبعد أسبوع بسبب التزاحم. اصمد يا شعبنا العظيم، هناك مؤامرة كونية عليكم من أقوال لونا الشبل والسيد الرئيس. في كل عام تهلل وسائل إعلام النظام لما تسميه سير العملية الامتحانية بيسر وعلى أحسن وجه، فتقدم الإحصائيات لعدد المتقدمين من كل شهادة وفرع، وتعرض مقابلات مع بعض الطلاب والمدرسين ليقوموا بتوجيه الشكر لوزارة التربية في حكومة النظام على حسن تنظيمها لهذه الامتحانات. لكن ما حصل في اللاذقية في هذه الدورة الامتحانية كان من شأنه تعكير صفو الوزارة ومن ورائها الإعلام طبعا، حيث نقلت صحيفة الوطن الموالية عن وزارة التربية في حكومة النظام أنه تمت إحالة متورطين بنشر أسئلة امتحانات إلى القضاء، فمن هم هؤلاء وما قصتهم؟ القصة كما تداولتها صفحات موالية محلية من اللاذقية أن مدرسين في اللاذقية قاموا بنشر نموذج الأسئلة لإحدى المواد بعد بداية العملية الامتحانية بفترة قصيرة في بعض المحافظات. وبحسب بيان وزارة التربية في حكومة النظام، تمت معرفة القاعات والمراقبين والمسؤولين عن هذا العمل الذي يخل بالعملية الامتحانية وأخلاقيات المهنة، وقد تم تحديد المسؤولية واتخذت العقوبات الرادعة بحق المخالفين من كف اليد والإحالة إلى القضاء المختص أو الصرف من الخدمة. الوزارة تتابع في البيان توجيه نداء إلى مديريات التربية في المحافظات تهيب فيه التأكيد على نزاهة العملية الامتحانية وتنفيذ التعليمات الوزارية المتعلقة بالامتحانات بدقة، لا سيما التفتيش الوقائي في الإبلاغ عن جميع حالات الغش الامتحاني. ما حصل في اللاذقية ذكر بتصريحات وزير التربية في حكومة النظام دارم طباع في بداية العام الدراسي أنه سيتم تركيب 5,000 كاميرا لضبط الغش والغشاشين في أثناء الامتحانات. وفي إحصائيات الوزارة عن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، زعمت أن عدد المتقدمين للشهادة العامة يفوق 500,000 طالب وطالبة، أما عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية فتجاوز 251,000. القصة حظيت بتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت لاريسا تقول: إذا كان بعض رؤساء المراكز عم يدخلوا الأسئلة أو عم يدخلوا الأسئلة محلولة لبعض الطلاب، شو ذنب المراقبين تحملوهم المسؤولية؟ ما بيكفي شنطة المواصلات ودفع الراتب كله للوصول لمراكزنا يلي بعيدة عن بيوتنا أصلاً، بالأخص مادة العربي العلمي. واضح أن لاريسا هي أحد المراقبين. أما محمد فيقول في هذا المنشور: بالمدارس الابتدائية بريف دمشق تم تسريب أسئلة وتلاعب بالنتائج وحذف أسئلة لأبناء الإداريين،
بسبب إجابتهم الخاطئة عليها عوجة من الابتدائي كيف بشهادة الثانوي. ماهر كتب أيضا يقول: مع أساس حطيتوا كاميرات بالمراكز، وين ما شفنا شيء حطوا كاميرات سي دراسي وخلصونا واضبطوا هالامتحانات مشان كل طالب ياخد حقه. ما راح طبعا وليس ماهر. صبا تقول: بسبب الفوضى بالقاعات ولادنا ما عم تعرف تجاوب، تعب سنة كاملة عم يروح بسبب هيدي الفوضى وعدم ضبط القاعة. ما زلنا في أجواء الامتحانات في مناطق النظام، حيث ما تزال مشكلة المواصلات تلقي بثقلها على الناس وخاصة على الطلاب الذين يتوجهون إلى مراكز امتحانية بعيدة. وفي إطار ترويج النظام لإيجاده حلا لهذه المشكلة، نشر مقطع مسجل من تخصيص حافلة مبيت تابعة للشرطة في محافظة حماة. من أجل ماذا؟ من أجل نقل الطلاب. نتابع. إذا فرع مرور حماة، الجملة المكتوبة على هذه الحافلة وتقل طلاب. المقطع أثار التفاعل بين سخرية وتكذيب. كتبت منال تقول: وزارة الداخلية شكلة ما بتعرف أنه طلابنا وأساتذتنا بالمعظمية عم ينزلوا مشي على السومرية ليروحوا على مدارسهم بالشام تحت المطر ووقت الحر. وزارة الداخلية ما بتعرف أنه الناس عم تبعت ولادها على الموتورات للأسف، وفي ناس عم تتوفى من وراء هيك مواصلات. لا نقل داخلي ولا سيرفيس على الخط غير بالاسم، وفوق هالشي ولادنا على ضوء الليد والشمعة دراستهم. نجيب يقول: لأننا شعب نطبل أكثر مما نفعل، لماذا لا يتم معالجة أزمة النقل بشكل مقبول للمواطنين؟ هل شاهد المحافظ الطلاب ولم يشاهد المواطنين؟ معاناة النقل في حماة يومية ومستمرة لا يتم حلها بتسخير سيارات الشرطة. أما أم سامي فتقول: طيب إذا طلاب أمنا لهم وباقي الشعب شو بيعمل؟ إذا الطلاب أمنا لهم باقي الشعب شو بيعمل؟ يلي رايح شغله ويلي رايح على الدكتور أو مخبر أو مشفى أو صيدلي شو يعمل؟ يا ريت الشيء يتحسن. وين المكاري؟ بس بنسمع زاد عدد المكاري أو الباصات. باتت مشكلة الكهرباء التي تقوم شركات الطاقة المحدثة في الريف الشمالي لحلب باتت حديث الجميع خلال الأيام الماضية، وذلك بعد مقتل شابين قضيا خلال الاحتجاجات التي اندلعت ضد تلك الشركات في كل من مدينتي الباب وعفرين. رفع أسعار الكهرباء وزيادة ساعات التقنين كانت المحرك الأول لهذه الاحتجاجات، والتي تخللتها أعمال تخريب طالت كلتا الشركتين المشغلتين للطاقة في الريف الشمالي. STE وأك إنرجي هما الشركتان السوريتان التركيتان، واللتان تزودان مناطق شمال حلب المسيطر عليها من قبل فصائل الجيش الوطني بدعم تركي، وبدأتا العمل تقريبا منذ نحو 3 سنوات في تلك المناطق. إلا أن الأسعار التي تتقاضاها الشركتان لقاء الخدمات المقدمة تعتبر مرتفعة مقارنة بوضع السوريين ومتوسط الدخل في تلك المناطق، حتى إنه أو أي السعر يكاد يقترب ليكون كالسعر المتعارف عليه داخل تركيا. شركات الكهرباء في مدن عزاز وعفرين رفعت في وقت سابق أسعار الكهرباء، حيث أصبحت الشريحة الأولى بسعر 2.5 ليرة الليرة التركية للكيلو واط الواحد، والشريحة الثانية بين 3 و4.5 ليرات تركية. شركة الشمال للطاقة الكهربائية أعلنت في وقت لاحق، هذه الشركة تعمل في مدينة مارع وريفة، أعلنت في وقت لاحق عن ارتفاع أسعار الكهرباء اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، بحيث يصبح الكيلو واط بسعر 3.20 ليرة تركية، ويضاف إليه رسوم ومصاريف تقدر ب30% حتى تصل للمستهلك.
ولكن الشركات وعلى رأسها أوك إنرجي عادت ورفعت أسعارها مرة أخرى لتصبح 2.45 للكيلو واط الواحد المنزلي و 3.20 للكيلو واط الصناعي. مواجهة الاحتجاجات أسفرت عن مقتل شابين هما أبو خديجة الديري الذي قضى بالرصاص الذي أطلق على المظاهرات، وأيضا هلال توفيق والذي قضى نتيجة احتراقه بالنيران بعد اقتحام المجلس المحلي بمدينة عفرين. المواجهات كانت دامية في معظم المناطق التي شهدت تظاهرات. دعونا نتابع جزءا من هذه الاحتجاجات ونعود. بزاد كل عفريت يا لطيف سعلت يا الله سعلت صار في دخني علقت الدنيا. تم اقتحام المجلس المحلي من قبل الشعب المحقون في مدينة عفرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر من داخل المجلس المحلي في مدينة عفرين. الله أكبر. تم اقتحام المجلس المحلي من قبل الشعب المحقون في مدينة عفرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر من داخل المجلس المحلي في مدينة عفرين. الله أكبر. على هاشتاغ شاكرين تفهمكم، والذي عادة ما تختم به شركات الكهرباء بياناتها، هذا الهاشتاغ شاكرين تفهمكم، عقب كل بيان يكتب شاكرين تفهمكم. على هذا الهاشتاغ غرد وكتب رواد مواقع التواصل الاجتماعي آلاف المنشورات حول هذا الموضوع. سنبدأ من لجنة رد الحقوق المشتركة التي تعمل في مناطق الشمال، والتي كانت نشرت بيانا شرحت فيه مطالب المتظاهرين التي لخصها هذا البيان بمحاسبة من أطلق النار على المتظاهرين من أي جهة كانت، وتشكيل لجنة لمراقبة أداء المؤسسات الخدمية وآلية عملها وإعادة هيكلة المجلس المحلي ومشاركة الجميع فيه، وأيضا استقلال المؤسسات وألا تتبع لأي جهة عسكرية. تداول ناشطون بيانا آخر للجنة ختم بعبارة شاكرين تفهمكم أو تعاونكم. الكثير من التعليقات والتفاعلات. سأبدأ مع الكاتبة ريما فليحان التي كتبت في هذا المنشور، تقول: مظاهرات في الشمال عفرين، مدن وبلدات مارع وصوران والباب من الأهالي للمطالبة بالحقوق، تمت مواجهتها بالرصاص الحي وأدت إلى مقتل شخص وجرح آخرين على يد قوى الأمر الواقع التي لا تختلف كثيرا بسلوكها وقمعها عن النظام، متضامنة مع الأهالي والعار للبلطجية، أكره السلاح ومن يحمله بوجه المدنيين أيا كان وضد العنف بكل أشكاله. أما أنس عوض فيقول: لا للحرق، لا للتخريب، لا للعنف، لا للرد على المتظاهرين السلميين بالرصاص. لا يوجد قوة في العالم أكبر من إرادة وقوة الشعب. من حق الشعب أن يعبر عن رأيه ويتظاهر ضد الظالمين والفاسدين بشكل سلمي، ولكن ليس من حق أي أحد التخريب وحرق المؤسسات الخدمية سواء كانت عامة وحتى الخاصة منها. أما أحمد القسوات فيقول: إن كل المنتفعين من الواضح أو من الوضع الراهن والمخزي في إدلب وريفي حلب لا يؤيدون أي حراك ثوري قد يؤثر على مصالحهم. هكذا كان شبيحة النظام وعملاؤه في بدايات الثورة تقض مضاجعهم صيحة الله أكبر. عبد الله يقول: حرقت
شركة كهرباء والكابلات والمولدات والمكاتب وبعدها بدكم تيجي الكهرباء؟ بعد انتشار فيديوهات عن زيارة الإعلامي ووزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي للعراق وخاصة النجف وكربلاء، بدأت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تتناقل أنباء عن قرب تولي قرداحي لإدارة قناة الرابعة العراقية التابعة للحشد الشعبي العراقي المدعوم من إيران، في حين كذبت منصات هذا الخبر، لكنها نقلت عن لسان مدير قناة الرابعة العراقية أن قرداحي سيقدم قريباً برنامجه الخاص على القناة. وكان زعيم كتائب ميليشيا الحشد الشعبي العراقي هادي العامري كان استقبل جورج قرداحي في العراق وأثنى على مواقفه التي وصفها بالمشرفة وثوابته الإنسانية. سبق أن تداولت صفحات عراقية فيديو لجورج قرداحي في أثناء زيارته للنجف، حيث تحدث عن رغبته وحلمه بزيارة قبر علي بن أبي طالب. متابع النجف الأشرف اليوم هي زيارة يعني كنت أحلم بها من زمن. اليوم جئت إلى هذا الصرح العظيم، إلى هذا الصرح الذي يؤمه ملايين الناس، جئت لأشعر ما يشعر به هؤلاء الناس. حقيقة أنا تحت تأثر كبير أن تزور مرقد هذا الرجل العظيم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، تخرج من هناك وأنت تحمل في رأسك أفكارا تتلاطم كثيرا. حقيقة أنا أحيي أهل النجف، أحيي كل هؤلاء المؤمنين، لأن ما تتأثر به أكثر من أي شيء هو مشهد هؤلاء المؤمنين وهم يزورون هذه العتبة المقدسة، وهم يزورون مرقد الإمام علي عليه السلام. فهذا منظر مشهد أعتقد أنه يعني غير موجود في أماكن كثيرة في العالم. أشكر إخواني الصحفيين والإعلاميين، أتمنى لكم، أتمنى للنجف الشريف، أتمنى للعراق دوام الاستقرار ومزيد من الازدهار إن شاء الله. ناشطون تداولوا صورة ساخرة عن كون البرنامج الذي سيقدمه قرداحي على قناة الرابعة سيكون بعنوان من سيهرب الكبتاغون. الخبر لقي تفاعلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث غرد حساب باسم حيفا قائلا: وأخيرا سيعمل الممانع جورج قرداحي في القناة الرابعة العراقية التابعة لإيران. أما أبو منيف فكتب قائلا: سيشارك دريد لحام جورج قرداحي بإدارة القناة الرابعة التابعة للحشد ليعطيها طبعا كوميديا. صار اللعب المكشوف. إلى هنا نصل إلى ختام ريبوست اليوم مشاهدينا، غدا لقاء جديد في تمام السابعة بتوقيت دمشق. لكم تحياتي، أنا عبد ملحم، وتحيات فريق العمل. إلى اللقاء.